مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. ارتفعت درجات الحرارة نهار هذا اليوم بشكل واضح نتيجة تأثر المملكة بكتلة هوائية دافئة في مقدمة منخفض جوي، لكن هناك كتلة هوائية باردة سيبدأ تأثيرها على المملكة اعتبارا يوم غد، خاصة في فترة ما بعد الظهر والمساء والليل، ويكون تأثيرها واضح يوم الجمعة. هذه الكتلة الهوائية الباردة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز حول جزيرة قبرص. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل، شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، بايولاب، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو. وعلى خرائط درجات الحرارة لهذا المساء نلاحظ أن المملكة نهار هذا اليوم الأربعاء كانت تحت تأثير الكتلة الهوائية الدافئة التي يمثلها اللون الأصفر، يمثل درجات الحرارة الأدفأ، والأحمر يمثل درجات الحرارة الأعلى، وبالتالي سجلت درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل واضح. لكن اعتبارا يوم الخميس إن شاء الله هذا اللون الأخضر الذي يمثل درجات الحرارة الأقل والأبرد سيقترب، يغزو منطقة شرق البحر المتوسط ويغزو المملكة تدريجيا اعتبارا من يوم الخميس ساعة بعد ساعة، بيكون تأثيرها واضح بعد ظهر يوم الخميس وعصر يوم الخميس وليلة الخميس على الجمعة، حتى تسيطر الكتلة الهوائية الباردة يوم الجمعة الذي يمثلها اللون الأخضر واللون الأخضر الفاتح أيضا، ويستمر تأثير هذه الكتلة الهوائية الباردة يوم الجمعة وأيضا يوم السبت بإذن الله، وبالتالي تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة بشكل واضح. الأحوال المناطق التي سيبدأ فيها الهطول و أيضا شدة الهطول، وبنلاحظ أنه ستبقى المملكة حتى ظهر يوم الخميس تقريبا بدون هطولات، لكن تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة. بعد الظهر أيضا تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض الواضح والتدريجي، يبدأ الهطول بعد الظهر وبعد العصر، يبدأ في المناطق الشمالية ثم المناطق الوسطى وليلة الخميس على الجمعة أيضا ويوم الجمعة، ليشمل معظم مناطق المملكة بإذن الله، وكذلك تبقى الفرصة مهيئة لسقوط الأمطار حتى يوم السبت بإذن الله. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل واضح، الصغرى المتوقعة 10 درجات، في حين أن معدل درجة الحرارة الصغرى هي 5 درجات مئوية. أيضا الأجواء غائمة بغيوم عالية ومتوسطة، هناك فرصة ضعيفة حوالي بين 20-30% احتمالية لسقوط بعض الأمطار الخفيفة. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم غد الخميس انخفاض واضح على درجات الحرارة، بيكون واضح في فترة ما بعد الظهر والعصر والمساء والليل، الأجواء تدريجيا تصبح غائمة جزئيا وتدريجيا تتحول بعد العصر والليل والمساء والليل إلى أجواء غائمة، أيضا تتهيأ الفرصة تدريجيا لسقوط زخات رعدية من المطر، وأيضا درجة الحرارة العظمى تسجل بحدود 14 درجة، في حين أنه كانت يوم الأربعاء بحدود 21، إذن انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة، وبكون واضح يوم الجمعة بنلاحظ أنه درجة الحرارة العظمى 9 درجات، إذن ستنخفض درجات الحرارة ما بين يوم الأربعاء
الأربعاء ويوم الجمعة والسبت إلى حوالي ما بين 10 إلى 12 درجة مئوية. نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر وأخذ ذلك بعين الاعتبار، لأن التغيير في درجات الحرارة كبير جدا. الأجواء يوم الجمعة أجواء تسيطر الكتلة الهوائية الباردة، وبالتالي أجواء باردة غائمة ماطرة بإذن الله. أحيانا تكون زخات رعدية قوية وغزيرة قد تسبب ارتفاع منسوب المياه، وتكون مصحوبة بالبرق والبرد والرعد أحيانا خاصة في فترة الظهر، وتؤدي إلى جريان السيول في الأماكن المنخفضة. أيضا الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، تصل هباتها تقريبا ما بين 40 إلى 50 كيلومتر في الساعة، وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية والمناطق الصحراوية من المملكة. العظمى المتوقعة يوم الجمعة بحدود 9 درجات مئوية. الأجواء ليلا بتكون باردة وغائمة وماطرة على فترات، الصغرى المتوقعة 7 درجات مئوية. الأجواء يوم السبت أيضا أجواء باردة غائمة، هناك أمطار متفرقة بين الحين والآخر، لكن يوم السبت تخف شدة الأمطار أيضا تدريجيا، لكن تبقى الأجواء باردة، تبقى درجات الحرارة أقل من المعدل، تبقى الفرصة مهيئة لسقوط بعض الأمطار بين الحين والآخر. العظمى المتوقعة 10 درجات مئوية. والأجواء للسبت ليلا هي أجواء باردة ما بين صافية إلى غائمة جزئيا، والصورة المتوقعة 5 درجات مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة في المدن المختلفة من المملكة، وكذلك درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة. في إربد أجواء غائمة جزئيا، وأيضا في فرصة لسقوط زخات من المطر، لكن الفرصة تزداد والاحتمالية المطر تزداد وتكبر الفرصة خاصة بعد عصر يوم الخميس وليلة الخميس على الجمعة بإذن الله، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، العظمى 17 والصغرى 10. أيضا عجلون أجواء غائمة وباردة وماطرة، العظمى 17 والصغرى 9. جرش أيضا أجواء غائمة جزئيا مع زخات من المطر. معظم الأمطار التي تحدث في المناطق الشمالية ستكون في فترة ما بعد الظهر وبعد العصر والمساء والليل. جرش 17 إلى 9، المفرق 18 إلى 7 درجات مئوية. المناطق الوسطى أجواء أيضا غائمة، وتبدأ الأمطار إن شاء الله بالهطول في باعتبار بعد ظهر يوم الخميس. أجواء باردة غائمة ماطرة مع انخفاض واضح على درجات الحرارة، العظمى المتوقعة في البرقاء 15 صغرى 8، مأدبة 15 7، البحر الميت 24 إلى 16، عمان 14 إلى 6، الزرقاء 18 إلى 8. المناطق الجنوبية من المملكة أجواء أيضا انخفاض على درجات جزئيا أحيانا غائمة، في هناك فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر خاصة في المناطق الجنوبية وخاصة العقبة وأيضا الطفيلة والكرك. العظمى المتوقعة في الشراه 12 والصغرى 3، الطفيلة 13 6، الكرك 14 7، معان العظمى 18 والصغرى 5، العقبة العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوي. المناطق الشرقية من المملكة أجواء مغبرة ونتيجة سرعة الرياح مثيرة الغبار والأتربة، وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. الصفاوي 22 7، الأزرق 23 8، الرويشد 25 إلى 8 درجات مئوية. أعزائي المشاهدين، إذن الخميس انخفاض واضح على درجات الحرارة، حيث تؤثر الكتلة الهوائية الباردة المصاحبة المنخفض الجوي، تؤدي إلى انخفاض ملموس وإلى أمطار بإذن الله. يوم الجمعة تكون الأمطار غزيرة أحيانا. نتمنى الجميع أحوال جوية وأيضا ماطرة، أن المطر كله خير، وأيضا أوقات سعيدة، ولكم أجمل تحية من طقس العرب. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدر سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين
جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. بايولاب، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو.